على رأي المثل، على رأي المثل جملة تقريبا مش بتفارق فم أي مواطن مصري. الأمثال أصبحت جزء مهم جدا من مفرداتنا اللغوية اليومية، وبالتأكيد كمان جزء من ثقافتنا ومن تراثنا، مش هنستغنى عنه أبدا. فعلا على رأي المثل. الأمثال الشعبية من الموروثات الثقافية التي تتوارثها الشعوب في كل أنحاء العالم وبكل اللغات، وفي مصر يغلب الطابع الفولكلوري في قالب لغوي بسيط تخرج منه في النهاية بحكمة أو موعظة. مصر أصلا مشهورة بالأمثال الشعبية، حتى في العشوائيات أو في الأرياف أو كل الكلام ده كله تلاقي دايما مصر واخدة المركز الأول في حكاية الأمثال. أعتقد قيمتها أنها بتأيد الكلام، يعني لو في حوار بيتقال وعايز يعزز كلامه بحاجة بيقول مثل أو حكمة. الأمثال الشعبية هي نتيجة مواقف حصلت، فبناء على الشعب المصري بناء على الموقف ده بيقول مثل. أعتقد أن هي بتتطبق على الأرض الواقع 100%، فيش مثل شعبي لو تقوله ألا هتلاقيه دايما بيتطبق. فهي أعتقد هي عاملة زي المبادئ والقيم كده اللي المجتمع خد عليها. يعني المصريون في عاداتهم يتفننون في فنون القول، والمثل الشعبي أبرز فن يفرز الشخصية المصرية في جميع مواقفها. تعرف فلان؟ عملته؟ لا تبقى ما تعرفوش. المثل ده شفته فعلا في حياتي. العارف عزه كلام الناس ما بيهزه، معناه انك انت لما تكون ماشي في اتجاه او بتعمل في حاجة ما بتنتبه لكلام الناس اللي بيحاولوا يعجزوك او الناس اللي بيحاولوا يعني ياخد يعلموا عليك زي ما بتقولوا كمصريين. في الامه القدره على فمها تطلع البنت لامها بتبقى فعلا واخده طبع من امها كتير حقيقي. من مثل شعبي لمثل اخر توثق ثقافات الشعوب وتخرج الحكم والنصائح لنستفيد بها في مواقفنا الحياتيه. وعلى راي المثل من فات قديمه تاب، وأديم الأمثال الشعبية. حنان راضي، قناة دريم. أنا بقى بقول لحنان راضي من جد وجد، فإحنا لازم نقول لها طبعا شكرا وجزيل الشكر فعلا لزميلتنا إن عاملة معانا مجهود كبير جدا. مكملين مع حضراتكم ملف مهم جدا، وهو ملف التعليم. ملف التعليم ملف بيهم كل بيت في مصر. النهاردة هنفتح جزء جديد من هذا الملف، هنعرف أو هنحاول نطرح العديد من الأسئلة. أهم سؤال هنعرف، هل نحن في حاجة إلى قانون جديد للتعليم، ولا المشكلة عندنا مش في القوانين، المشكلة في تطبيق القوانين، في الإرادة. دايما بنقول الجملة اللي يعني الواحد الحقيقة زهق من كتر ما كررها، لكن هو ده الواقع. هل إحنا عندنا إرادة سياسية لتطبيق القوانين؟ هل ممكن في يوم من الأيام نطبق القوانين اللي موجودة عندنا في الرفوف وجوه الإدراج ومحدش بيطبقها؟ الحقيقة هو مش حكاية قانون جديد أو غيره، أو في مشروع قانون جديد فعلا هنتناوله مع حضراتكم، لكن هنعرف العيب فين، في القانون، عدم وجود قانون، ولا عدم وجود التطبيق. بعد الفاصل.